السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من سلسلة وتمضي السنين. وصلنا لليوم السابع من شهر رمضان المبارك، وبعدنا عم نتذوق من نسائم عشر الرحمة. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وحي من الله بلغه جبريل إلى محمد بن عبد الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. حولتنا إلى أمة اقرأ. هو دستور الأمة الإسلامية، مهذب الروح والخلق، منهاج حياة كل مسلم. هو كلام الله، إنه القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من هالآية الكريمة نقدر نشوف أهمية القرآن الكريم الذي نزل ليهدي الناس على الصراط المستقيم. وهلأ رح ننتقل لمقابلة أجريناها مع فضيلة الشيخ المقرئ محمد البيلي ليخبرنا أكثر عن فضل القرآن الكريم وأهميته في حياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك، شهر القرآن العظيم، يتجه المسلمون فيه إلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، وإلى التزود من معينه الرائع، يقطفون منه الورود ويستخرجون منه اللآلئ. ويكفي المؤمن شرفا في هذا الشهر العظيم أن يتفرغ لتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: إنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا القرآن الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة وجعله دستورا لحياتهم ونجاة لهم في آخرتهم. فالأحرى بكل مسلم أيها الإخوة أن يلتزم تلاوة القرآن الكريم وأن يعمل بما فيه، فهو التجارة الرابحة التي لن تبور. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فهو التجارة الرابحة في الدنيا والتجارة الرابحة في الآخرة. وما أحوجنا في هذه الأيام أن نعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لنأخذ منه العبر والعظات، ونستنير به في كل حياتنا حتى نسعد في دنيانا وفي أخرانا. فكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على مائدة القرآن العظيم وفي ظل كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا النور المبين الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه في أوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فاللهم اجعلنا وإياكم من المتقين، واجعلنا وإياكم من الصالحين، واجعلنا يا ربنا ممن يقال لهم يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أنه القرآن الكريم نزل برمضان، ورمضان هو شهر القرآن، فليش ما بنستغل وقتنا بهيدا الشهر الفضيل بقراءة ختمات فردية أو جماعية؟ من هون كانت فكرة مسجد الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف بإطلاق نشاط ختمة صائمة الخاص بالنساء طيلة أيام الشهر الفضيل، بحيث يقمن النساء بتلاوة القرآن الكريم مع المحافظة على أحكام التجويد للوصول إلى ختم القرآن الكريم كاملا في آخر يوم من شهر رمضان المبارك. أختي المسلمة، يفتح المسجد أبوابه طيلة أيام شهر رمضان المبارك لك،
فسارعي إلى الالتحاق بحلقة ختمة صائمة لتكسب الأجر والثواب أضعاف مضاعفة بإذن الله. لهون بتكون حلقتنا انتهت، ملتقانا بيتجدد غدا إن شاء الله مع موضوع جديد. كونوا على الموعد وتمضي السنين.